علوي ابو الليل باسل السردي السردي عدي وما حدش يدري وقفه. الله عليك الله يشوت الله عليك يا حارس يا رزين الفخ الفطابي. يا شباب مع ان اداءكم مش عجبني ابدا بدنا نركز مشان نجيب النقاط. اهم شيء النقاط انا عندي. بدنا نلعب بالخط المعتادي 5-0-0 تمام. مش عجبتك التشكيله تدرب مكاني وانت زي الفتبول. يا اخوان بدنا نركز بدنا نجيب النقاط. اذا انت بس لو ترد علي وتحطني هجوم والله غير اجيب لك جول واجيب لك النقاط يا زلمه. مين الشاب اذا بدك تفكرني بحكي عن نقاط المباراه والفتبول؟ اذا انا بحكي عن خط الشله. ما انا حطيتكم على شلتي وكل واحد بيشحن فيكم خط بيجينا 10 نقاط واذا بجمع 100 نقطه بجدد السلاح مجانا. مع خط الشله من شركه زين يا شباب بتقدر تعمل شلتك من خلال نجمه 500 مربع وتضيف كل اصحابك عشلتك وتجمع نقاط تجديد الاشتراك مجانا. يا لعيب يا خريب ناجي يما هذا الخط من 18-24 شلي من 24-18 ما احنا اكبر واحده فينا عمرها 23 ولا لا يا صبايا؟ مظبوط.